متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على منصات بنكير وجولة جديدة في أسواق المال والأعمال والشركات والطاقة حول العالم، وكل جديد لليوم الخميس 9 من نوفمبر 2023. والبداية بالعناوين: إسرائيل تتكبد 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص العمالة. الدولار يصعد قبل تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي. السفن تتكدس في قناة بنما والحل انتظار طويل أو رسوم ضخمة. صندوق رؤية التابع لسوفت بانك يتكبد خسائر ب 1.7 مليار دولار. البنتاغون يحذر من مخاطر طول أمد الحرب في غزة. مبادرة سعودية لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع تنموية بإفريقيا. بانكير، نبض البنوك. قال بنك إسرائيل المركزي الخميس إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة حماس تبلغ 2.3 مليار شيكل أو 600 مليون دولار أسبوعياً. وأوضح البنك المركزي بدولة الاحتلال أن هذه التكاليف الناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة. صعد الدولار مقابل معظم أقرانه من العملات الرئيسية اليوم الخميس مع ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن مؤشرات علم إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأمريكية. وسجل اليورو في أحدث معاملاته اليوم انخفاضاً عند حوالي 1.5 دولار، ولكنه لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى له في شهرين. ازدحام كبير لعدد ضخم من السفن يصطف أمام قناة بنما المائية، مما يجعل شركات الشحن البحري وملاك السفن أمام خيارين: من الانتظار لأسابيع طويلة بهدف المرور عبر القناة أو دفع رسوم باهظة لتسريع المرور. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج، فقد قامت مجموعة إنيوس اليابانية بدفع 3.98 ملايين دولار في مزاد الأربعاء بهدف تأمين عملية مرورها عبر قناة بنما بأسرع من الانتظار لوقت طويل جدا مع السفن الأخرى. وأظهر التقرير أن سفينة ساني برايت المملوكة للشركة اليابانية قد تتمكن من عبور القناة بعد دفع المبلغ الذي يقارب 4 ملايين دولار في 15 نوفمبر الجاري. تكبد صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بانك خسائر كبيرة بنهاية الربع الثاني من العام المالي، وذلك بعد انخفاض قيمة أسهم شركة وي وورك الأمريكية. وبلغت خسائر صندوق رؤية 1.7 مليار دولار بنهاية الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب عملية شطب أسهم مجموعة وي وورك الأمريكية بعد أن تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس. أكد الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وكبير المستشارين العسكريين للرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد في تقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المسلحين الفلسطينيين. وأضاف أن هدف إسرائيل المعلن من حملاتها العسكرية في غزة هو التدمير الكامل لحركة حماس المسلحة والتي تدير القطاع. كشفت مصادر قريبة من مركز أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي أن المؤتمر سيشهد إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار دولار لمشاريع تنموية في القارة الأفريقية، وذلك برعاية السعودية وتحالف من الجهات الحكومية والقطاع الخاص السعودي. وأضافت أن المبادرة تهدف للاستثمار في عدة قطاعات بالقارة السمراء منها السياحة والطاقة والتعدين. كانت هذه نهاية الأخبار، شكراً لحسن المتابعة. بانكير، نبض البنوك.